بعد التعليق على هذه الإشكاليات التي ذكرت في هذا السياق، بعض الباحثين من الإمامية ليس بصدد الدفاع عن الكافي، وإنما بصدد هجمة ارتدادية، يعني نوع من الهجوم الارتدادي على مصادر أهل السنة. قالوا ليست مصادر الشيعة هي التي تم تزويرها وتم الدس والتحريف فيها، وإنما مصادر أهل السنة قد حصل فيها ذلك. فإذا أشكلتم علينا بهذه الطريقة بحيث يستفاد من مثل هذه الشواهد التي ذكرناها، يستفاد أن كتاب الكافي أو التهذيب أو ما شابه ذلك قد حصل فيه دس وتزوير، فهذا معناه أن كتب أهل السنة أيضا قد حصل فيها دس وتزوير. ولدينا شواهد أيضا من مصادر أهل السنة ومن شهادات علماء أهل السنة تقول بأن هذا الكتاب، هذه الكتب على رأسها صحيح البخاري، قد جرى فيها الدس والتزوير، وقد جرت فيها الزيادة والنقيصة بحيث لا يمكن الوثوق بها أصلا. ما هي هذه الوثائق في هذا السياق؟ لابد أن نقرأ النص في هذا الموضوع. النص في هذا الموضوع على الشكل التالي: ابن حجر فيما ينقل، ابن حجر وكذلك ما يقوله القسطلاني، ابن حجر وكذلك ما يقوله القسطلاني تحدثوا عن وجود ارتباك في كتاب صحيح البخاري. قال ابن حجر: ومن ثمة وقع من بعض من نسخ الكتاب، أي كتاب صحيح البخاري، ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب، فأشكل فهمه على الناظر فيه. وقد أوضح السبب في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في مقدمة كتابه في أسماء رجال البخاري، فقال، هذا هو النص: أخبرني الحافظ أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد الهروي قال: حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري. هذا محمد بن يوسف أحد أهم النسخ التي نملكها عن البخاري ترجع إليه نسخته، فرأيت فيه، هذه نسخة الأصل، فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا. تراجم يعني عناوين كتب، يعني تقول باب في كذا، موجود باب في كذا تحته ما في أي رواية، هكذا يقول. ومنها أحاديث لم يترجم لها، يعني أورد روايات لم يذكر لها عنوانا، عنوان باب، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض، صار عملية ترتيب في الكتاب. قال أبو الوليد الباجي: ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق المستملي ورواية أبي محمد السرخسي ورواية أبي الهيثم الكشميهني ورواية أبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير، مع أنهم انتسخوا من أصل واحد، يعني الكتاب الكافي نسخه المنسوخة من أصل واحد، عفوا البخاري نسخه المنسوخة من، يعني الموجودة المأخوذة من أصل واحد، في اختلاف فيما بينها، وإنما ذلك بحسب ما قرر كل واحد منهم فيما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه. ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث. قال الباجي بعد: وإنما أوردت هذا هنا لما عنا به أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليها، يلي الترجمة يعني يعني عنوان الكتاب، وتكلفهم من ذلك من تعسف التأويل ما لا يسوغ. هذا النص اعتبره بعض يعني الباحثين الشيعة وثيقة أساسية جدا على أن كتاب البخاري كتاب مضطرب غير منضبط، نسخه الأصلية الأم تم التلاعب بها من قبل النساخ الأصليين، فقدموا وأخروا ووضعوا رواية في باب ورواية أخرى في باب آخر، ثم جعلوا روايات في باب لم يكن فيه أي رواية، ثم وضعوا عنوانا لروايات لم يكن لها عنوان، فكانوا يتصرفون في الكتاب كما يحلو لهم. فلا نملك بأيدينا نسخة من كتاب البخاري
يمكن أن ننسبها إلى البخاري مباشرة، وإنما هي نسخ منسوخة عن أصل واحد، وبينها اضطراب في الزيادة والنقيصة والتقديم والتأخير والعنونة وموضع الحديث وما شابه ذلك. فهذا النص إذا كانت النصوص التي نقلت في حق الكافي تدل على وجود مشكلة في هذا الكتاب من حيث الوثوق به، فإن مثل هذا النص العمدة يمكن أيضا التشكيك من خلاله بكتاب البخاري، هكذا قال النقاد. أيضا يقول ابن حجر في كتابه فتح الساري تعليقا على ذكر البخاري لمناقب الصحابة، البخاري في الجزء الأخير، إذا تشوف الجزء الأخير عنده عنوان مناقب الصحابة، ويذكر كل صحابي يذكر بعض الروايات الواردة في مدحه. في مشكلة في ذلك الكتاب الآن سيتحدث عنها ابن حجر يعلق عليها. ماذا قال؟ قال: ولم أقف في شيء من نسخ البخاري على ترجمة لمناقب عبد الرحمن بن عوف ولا لسعيد بن زيد، وهما من العشرة، لأن هو يقول احنا نترجم الصحابة ويبدأ بالأساسيين من الصحابة وهم العشرة المبشرون بالجنة، ولا لسعيد بن زيد وهما من العشرة، وإن كان قد أفرد ذكر إسلام سعيد بن زيد بترجمة في أوائل السيرة النبوية ليس في مناقب الصحابة في باب آخر، وأظن ذلك من تصرف الناقلين لكتاب البخاري. إذن الكتاب قد دخلت فيه التصرفات بحيث حصل فيه تغيير. يقول: وأظن ذلك من تصرف الناقلين لكتاب البخاري، كما تقدم مرارا أنه ترك الكتاب مسودا. يعني كتاب ابن حجر يقول البخاري توفي والكتاب ما زال مسودا، مجموعة أوراق لم يحسم أمرها بعد، لم تنضبط، لم تجمع، لم تبوب بالطريقة الجامعة النهائية. هذا نص مهم جدا، كما تقدم مرارا أنه ترك الكتاب مسودا، فإن أسماء من ذكرهم. هلا ليش هو ليش في مشكلة هنا؟ لأن أهل السنة لديهم خلاف كبير جدا في موضوع التفضيل، من الأفضل ثم يتلوه ثم يتلوه، ومدخلين أنفسهم في حوار طويل في هذا الموضوع. واليوم إذا واحد يقول ليس أبو بكر الأول وعمر بن الخطاب الثاني وعثمان بن عفان الثالث وعلي بن أبي طالب الرابع، إذا لا يقول بهذا الترتيب في الأفضلية فهو مبتدع، فهو ضال، فهو مضل، نقاش كبير حول هذا الموضوع. لذلك هو يقول طيب نحن إذا رجعنا إلى البخاري في مناقب الصحابة نجد أن ترتيبه عندما رتب لم يرتب بالشكل الذي عليه بناء مشهور أهل السنة في هذا المجال، فهل يلزم من ذلك مشكلة في قضية التفضيل؟ يقول: لا يلزم. لماذا؟ لأن ترتيب كتاب البخاري وكتاب البخاري بالأصل مسودة، الناقلون تصرفوا في هذه المسودة واشتغلوا عليها. إذن كتاب هو مسودة، كيف يمكن الوثوق به وقد تصرف الناقلون في أمره؟ لذلك قال: فإن أسماء من ذكرهم هنا، يعني البخاري من ذكرهم البخاري هنا، لم يقع فيهم مراعاة الأفضلية ولا السابقية ولا الأسنية، وهذه جهات التقديم في الترتيب، فلما لم يراعي واحدا منها دل على أنه كتب كل ترجمة على حدة. يعني كان كاتب ورقة خاصة بفلان علي بن أبي طالب، وورقة أخرى خاصة مثلا بمثلا أبي بكر، ورقة ثالثة خاصة بعمر بن الخطاب، هو خليهم على جنب يعني. ثم لما جاء الناقلون وهذه مسودة صار هم يرتبوها، وضعوا هذه الورقة قبل هذه الورقة، وجعلوا هذه الورقة قبل هذه الورقة، فترتب الكتاب. فلما استنسخوا من هذا الكتاب المرتب وجدنا أن الترتيب لا ينسجم مع عملية التفضيل المتخذة والمتبعة عند أهل السنة في هذا المجال. قال: فضم بعض النقلة بعضها إلى بعض حسب ما اتفق، هم رتبوها وحطوها كيفما كانت. إذن كتاب تم ترتيبه وهو أهم مصدر حديث عند أهل السنة تم ترتيبه وكان مسودة وتصرف فيه الناقلون وحصل فيه مثل هذا التغيير، كيف يمكن الوثوق بمثل ذلك في أمره؟ ثم أضاف الناقدون الشيعة، يعني السنة ما أدري إذا في سنة ينتقدون بهذه الطريقة، ربما إلا إذا كانوا مثلا تيارات حداثية. ثم أضاف الناقلون قالوا: في عندنا مشكلة أكبر في مسلم، تعال معي إلى مسلم يا مولانا مسلم، في عندنا نص يتحدث عن أن صحيح مسلم 4000 حديث، بينما الموجود بين أيدينا الآن من صحيح مسلم أكثر من ذلك. شوف سبحان الله، نفس الإشكال نفس الطريقة بالأشكال، عندنا نص يقول أحد صحيح مسلم 4000، في حين لو رجعنا الآن إلى صحيح مسلم أكثر من 4000 حديث،
فهل زيد نفس الجملة فهل زيد في صحيح مسلم بضعة آلاف أخرى من الأحاديث بعد وفاة مسلم أم لا؟ ما هو هذا النص الذي يقول إن صحيح مسلم فيه 4000؟ قالوا الشيخ ابن الصلاح شهرزوري والإمام النووي ذكر أن مسلم بن الحجاج دخل عند أبي زرعة الرازي إمام الحديث المعروف، فلما خرج قال له أبو قريش الحافظ، قال الحافظ أبو قريش للرازي لما خرج مسلم، قال هذا أي مسلم جمع 4000 حديث في الصحيح. إذن في صحيحه يوجد 4000 حديث، في حين أنت عندما ترجع الآن إلى صحيح مسلم فيه أكثر من 4000 حديث. إذن هل معناه أنه قد زيد في كتاب مسلم في صحيح مسلم 10000 أيضا من الروايات أم لا؟ ثم أرجع معي أيضا مرة أخرى إلى صحيح البخاري، ستجد أهل السنة أنفسهم اختلفوا في عدد روايات البخاري. مثلا كم حديث موجود في البخاري؟ اختلفوا، بعضهم جعلها 7275 حديث مثل ابن الصلاح والنووي، ابن خلدون جعلها 9200 حديث. ابن خلدون بعد 200-300 سنة يعني من ابن الصلاح والنووي، شو كانت 7200 صارت 9200. يعني ممكن الفترة ما بين النووي وما بين ابن خلدون زيد 2000 حديث على البخاري. ليس ابن خلدون، حتى لا تقول ابن خلدون مؤرخ يمكن ما يكون دقيق في مجال الحديث، نفس ذلك قاله ابن حجر إمام الحديث والجرح والتعديل. كذلك الحال في الحازمي المتوفي سنة 594 والعراقي المتوفي سنة 806، ذكر أن عدد أحاديث البخاري يزيد، البخاري يزيد في رواية الفربري على عددها في رواية إبراهيم بن معقل، يزيد ب200. يعني هذه الرواية نسخة الفربري أكثر من نسخة ابن معقل ب200 حديث. ويزيد أيضا، قال ويزيد عدد نسخة النسفي عن عدد نسخة حماد بن شاكر ب100. إذن في عندك أنت مئات من الحديث عم تزيد تنقص، ما عارفين أي نسخة هي الصحيحة في هذا المجال. أضيفت روايات يا أخي، ممكن بالنسخة جملة تتغير تعابيرها، يحصل خطأ من النساخ. أما 100 رواية تضاف، شو هالناسخ هذا اللي يعني شو كان عم ينسخ؟ خالط كتابين ببعض هو عم ينسخ؟ بعد أكثر من هذا، في بعض الكتب جاء أن أبي الفضل أحمد بن سلمة ذكر أن روايات مسلم 12000 حديث، 12000 حديث، وذاك يقول لك 4000، والواقع بين أيدينا لا 12000 ولا 4000 بينهما. بل أكثر من ذلك، ابن قتيبة الدينوري والآلوسي اعترفا بوجود الزيادة والدس في مسند بن حنبل، بل تعدى الأمر، هذا صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند بن حنبل، تعدى الأمر هذه الثلاثة وتعالى معي إلى موطأ الإمام مالك. موطأ الإمام مالك ذكروا أن له 20 نسخة، وبعضهم قال 30 نسخة لهذا الكتاب، وأن 30 نسخة يختلف عدد الأحاديث بينها، كما ذكر ذلك الزرقاني في شرحه على الموطأ، وذكر ذلك أيضا فيما نسب له عفوا، وذكر ذلك أحمد أمين ومحمود أبو ريا في كتبهم المتأخرة. طيب، إذن نحن من جهة 4000 حديث صحيح مسلم في نص آخر 12000 حديث، والواقع بين أيدينا لا هذا ولا ذا. صحيح البخاري اختلف في عدد رواياته بزيادات ونقائص تبلغ أحيانا بالآلاف، من 7200 و9200، وأحيانا بالمئات، 200 نسخة بين نسخة الفربري وبين نسخة ابن معقل أو ابن وغفل، و100 نسخة بين النسفي وأحمد بن شاكر. طيب، إذن هذه من جهة. من جهة أخرى، الكتاب هم يقولون كان مسودا، وأن الناقلين تصرفوا في الكتاب، وهذا التصرف أثر على الكتاب واختلفت على أساس ذلك نسخ الكتاب. إذن حصل الإشكال النقدي، يعني هذا الإشكال هو إشكال نقدي، حصل الإشكال النقدي أنه إذا صحت تلك الإشكاليات التي ذكرت في حق الكافي والتهذيب وأمثال هذه الكتب، فإن مثل هذه الإشكاليات تصلح أيضا للإطاحة بصحة أهل السنة. وبيقعد أنا الكلام من عندي أنا، وبيقعد المستشرق بيطلع علينا بيقول لا هذا صحيحة وصحيحة ولا هذا صحيحة وصحيحة بالإجماع المركب، فبيطلع معنا كلهم ما عندهم كتب صحيحة وينتهي الموضوع بالنسبة للمستشرق. فإذا هذا إشكال نقدي أيضا يمكن تسجيله في سياق
الإشكال على من قال إن تلك الشواهد تدل على تحريف الكافي وتحريف التهذيب وأمثال هذه الكتب، هذه أيضا شواهد تدل بالعكس على تحريف تلك الكتب. وإذا كانت هذه الشواهد قابلة للتأويل والتصرف، فهذه الشواهد التي قلتموها في حق كتبنا أيضا إذا يمكننا أن نتحدث فيها بلغة التأويل والتصرف، ولا يكون ذلك لا عندنا ولا عندكم ضربا من التعسف والتحكم، وينتهي النزاع بمصالحة وطنية شاملة حتى ما يخسر الطرفين في هذا الموضوع. هذا إشكال سجل، ولكن إنصاف أنا قلت في الدروس أحيانا سنتعرض لبعض ما قاله يعني الباحثون والعلماء من الإمامية ونعلق عليه حتى نعرف أن هذه الطريقة بالإشكالات أحيانا قد لا تكون صحيحة، كما كانت تلك الطريقة في الإشكالات كما بينا في الدرس الماضي واليوم ليست صحيحة. هذا الإشكال أيضا يمكن الوقوف عنده حتى ننتهي من ملف الدكتور القفاري وأمثال الدكتور القفاري الذين ذكروا تلك الملفات الثلاثة. أولا نص أبي الوليد الباجي وابن حجر وأمثال هذه النصوص لا تدل على شيء إنصافا، ولا تفيد أدنى مراتب التحريف في البخاري، فلا ينبغي إقحام هذا النص في رأيي في موضوع ادعاء أن كتاب البخاري قد حرف وقد زور وقد دس فيه. لأن غاية ما يقول أبو الوليد الباجي، أنت تأملت كلامه جيدا، أبو الوليد الباجي واجه مشكلة، عندنا عناوين كتب، عناوين الأبواب، وعندنا متون تحت العناوين، ما في تناسق بين العناوين وبين المتون، متون الأحاديث. هذا اللا تناسق أدخل أهل المغرب الإسلامي في تأويلات كما يقول أبو الوليد الباجي. أهل بلده، أهل تلك البلدان، بلاد الأندلس وتلك البلدان، دخلوا في تأويلات. لماذا وضع البخاري هذا العنوان مع أن الروايات التي تحته لا تنسجم مع هذا العنوان؟ لعل مقصوده كذا، ولعله أراد كذا. هذه كانت المشكلة التي يتحدث عنها أبو الوليد الباجي المالكي، والتي تحدث عنها ابن حجر، هذه كانت المشكلة. ماذا قال؟ قال العناوين، الكتاب كان مسودا. ما معنى كان الكتاب مسودا؟ يعني الأحاديث موجودة والعناوين، أحيانا الرجل كان قد وضع عنوان كتاب وعلى أساس يجيب الروايات، وبعد ما صار الكتاب نسخة نهائية وعم يجمع الروايات، وكل مجموعة روايات يضعها وحاطط عنده عناوين كتب، عناوين أبواب، وعم يرتب، ثم توفي قبل أن ينتهي الكتاب في هذا السياق. إذا كانت هذه، إذا كان هذا النص مشكلة، فهو مشكلة فقهية وليست مشكلة حديثية. ليش؟ ما معنى؟ يعني أنا لا أستطيع أن أقول إن البخاري قد استدل بهذه الأحاديث على عنوان الكتاب، أي نعم هذه مشكلة. وقد لا أستطيع أن أقول إن عنوان الباب هذا مضمونه ينسب للبخاري فقهيا، لأن ممكن عنوان الباب هذا وضعه النساخ، وضعه الناقلون عندما رأوا مجموعة من الروايات بجانب بعضها البعض ولم يكن معها عنوان الباب، فنقول احتمل أن عنوان الباب هذا ليس من نص البخاري، وإنما هذا العنوان من نص الذين استنسخوا كتاب البخاري، فلا أستطيع أن أسند هذا العنوان إلى البخاري. هذا صحيح. يعني إذا أنا أريد أن أتعاطى مع البخاري تعاطي فقهي، يمكن أن أتحفظ على جملة من عناوين كتبه أو عناوين أبواب كتابه، وأقول لا أحرز أن هذا العنوان له ومن قلمه، وأن هذه الروايات دليله على العنوان. فالبخاري الفقيه بالنسبة لي مشكل هنا، أما البخاري المحدث لم يقل لا أبو الوليد الباجي ولا ابن حجر إنهم زادوا أحاديث في الأبواب، قال المشكلة مشكلة الترجمة، الترجمة يعني عنوان الباب، لم يقل زادوا أحاديث في الأبواب حتى نقول أبو الوليد الباجي يتحدث عن تصرف. نعم يوجد تصرف، لكن أي تصرف؟ تصرف في ترتيب الأحاديث لا في أصل الحديث. أصل ترتيب الأحاديث خلي يكون كشكول، لكن في النهاية الحديث له متنه وله سنده، وما يعنيني كمحدث أن أنظر في الحديث متنا وسندا، أما ما يعني الفقيه أن ينظر في الحديث في علاقته مع عنوان الباب فيما ينسبه إلى رأي البخاري الشافعي كفقيه شافعي. فقد حصل خلط من الناقد هنا الذي أراد أن يقول إن الكتاب البخاري زور، حصل خلط بين أصل مبدأ التصرف وبين التصرف المخل باعتبار الكتاب حديثيا. فنص أبي الوليد الباجي لا علاقة له بالجانب الحديثي فيما أعتقد، ولو كان في وقت كنا رجعنا قرأنا النص، بس أعتقد أنتم لو تأملتم في النص لوجدتم هو يتكلم عن ترجمة ويقول إنهم وجدوا ترجمة بلا أحاديث فوضعوا لها أحاديث
رأوها في مكان آخر من الكتاب، أو رأوا أحاديث ليس لها عنوان فوضعوا لها عنوانا. إذن المشكلة مشكلة عناوين لا مشكلة متن أو أسانيد أحاديث، حتى ننسف الاعتبار الحديثي لهذا الكتاب في هذا الصدر. فمثل هذا الإشكال يعني غير صحيح في هذا السياق. كذلك الحال في قضية ترتيب مناقب الصحابة، نفس المشكلة التي قالها ابن حجر في النص الثاني. هو شو اللي صار؟ اللي صار أن الروايات موجودة، بعض الصحابة لم يرد حديث عنهم، يعني لم يورد روايات في حقهم، صار في مشكلة هنا في قضية التفضيل. هذا بحث لا علاقة لنا به، بحث كلامي وفق مباني أهل السنة. لكن لم يقل ابن حجر إن الفوضى ترتيب المناقب، يعني نضع أبو بكر أولا ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم فلان ثم عبد الله بن مسعود ثم فلان. هو قال ترتيب هذه تصرف فيه الناقلون لأن الكتاب كان مسودا، لم يقل إن الروايات التي في هذا الكتاب بصرف النظر عن التقديم والتأخير قد دسها الناقلون. يعني علينا أن نأخذ الوثيقة هذه التاريخية، علينا أن نأخذها بمقدار دلالتها. ولم يقل تم التصرف في المتن، إنما قال تم التصرف في النقل والانتقال في التقديم والتأخير. فأيضا هذه لا تدل على إسقاط اعتبار الكتاب حديثيا، وإنما نعم تنفع من يريد أن يبحث في منهج البخاري، فإنها تؤثر على فهم منهجه في ترتيب الكتاب، في طبيعة العناوين، في طبيعة التقديم والتأخير للأبواب. هذا بحث آخر، من يكتب رسالة الدكتوراه وطروح الدكتوراه في البخاري يهمه هذا الموضوع، أما الاعتبار الحديث للكتاب لا أظنه يؤثر فيه إطلاقا. ثانيا، أما قصة أبي زرع الرازي مع أبي قريش الحافظ، قال له هذا فلان مسلم يزعم أنه كتب صنف 4000 حديث في الصحيح. هذه القصة لو تأملنا بها قليلا، ما معلوم مولانا العزيز، ما معلوم أن كلمة في الصحيح يعني في كتابه الجامع الصحيح، يعني في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، ولم يقل 4000 حديث في كتابه الجامع الصحيح، وإنما قال جمع 4000 حديث في الصحيح. يعني الأحاديث الصحيحة التي جمعها بلغت 4000. الصحيح باصطلاحهم اللي هو أخص من المعتبر، أخص من المعتبر باصطلاحنا نحن، لأن فيه شروط خاصة، ومسلم كما تعرفون له شروطه الخاصة في موضوع إثبات الصحة، موضوع الاتصال والمعاصرة. طيب، إذن لم يقل الرجل إن هذا جمع 4000 حديث في كتابه. هذا مثل تقول إن فلانا قد جمع 7000 حديث في المعتبر من الأحاديث، يعني جمع 7000 حديث معتبر، ليس اسم كتابه المعتبر، لأننا لا نعرف بالضبط تاريخ هذه القصة. هل كانت سابقة على انتشار كتاب مسلم، أم كانت لاحقة على انتشار كتاب مسلم الصحيح الجامع الصحيح، حتى نتأكد من أن هذا النص ينظر، يعني مقدار دلالته ينظر إلى كتاب مسلم المعروف بالكتاب الصحيح في هذا الإطار. أضف إلى ذلك، هذا الخبر أصلا نحن لم نتأكد منه تاريخيا، لأن هذا الخبر ينقله ابن الصلاح عن أبي قريش الحافظ المتوفي 313 للهجرة، وابن الصلاح متوفي سنة 643 للهجرة، يعني تقريبا قرابة 3 قرون، ولا يذكر لنا ابن الصلاح من أين عثر على هذه القصة. لا سند مذكور، لا مصدر تاريخي يعود إلى قريب من هذا الزمن موجود. فإذا أردنا أن نحاكم كتابا بحجم كتاب صحيح مسلم في مكانته الحديثية عند طائفة كبيرة من المسلمين، لا يمكن بمثل هذا الشاهد، يعني بإمكانهم بسهولة أن يقول لك لا دليل على صحة هذا النقل ولا مثبت له من الناحية التاريخية. أضف إلى ذلك، إنهم قد جمعوا أحاديث مسلم فبلغ الصحيح فيها 4000. الصحيح بلغ 4000، لأن بعض مرويات مسلم ليست في الصحيح. شوف مولانا، إذا تذهب إلى كتاب مسلم، إذا صار يوم فرصة نتكلم عن الحديث عند أهل السنة، كتاب مسلم، وهذا نحن نشتبه فيه دائما هذا الموضوع، مسلم ماذا يفعل؟ في كثير من الأحيان يأتي مثلا باب معين، يأتي بالرواية ثم يأتي بالشواهد. ما معنى هذا؟ يعني أفرض عنده روايتين في هذا الباب، الروايتين الأولينيتين هن الصحيح، ثم ماذا يفعل؟ يأتي بروايات من حيث السند أقل قيمة، أقل قيمة من حيث السند، أقل قيمة من حيث السند، ولكنها الشواهد لصحة الروايات السابقة.
ويسمون ذلك بالمتابعات والشواهد. احيانا انت عم تسوي بحث، انت عم تراجع كتاب مسلم، بتقول قد ذكر ذلك مسلم في صحيحه، فهذه روايه صحيحه عندكم، وين بتكون موجوده الروايه؟ في قسم الشواهد. عليك ان ترجع الى مصادر اهل السنه، كيف يميزون عندهم في السند، هذا موضوع سند وايضا شاهد متني، لان الشواهد قد تكون يعني شواهد والمتابعات قد تكون في السند وقد تكون في المتن، لتعرف اي من هذه الروايات هو المدرج في الصحيح عندهم، وايه المدرج في الشواهد والمتابعات مما لا يصنف عندهم بحجم الصحيح. لذلك قال الذين كتبوا في صحيح مسلم، قالوا ان عدد روايات الصحيحه في الصحيح هي عباره عن 4000، فيتطابق ذلك مع وثيقه ابي زرعه الرازي وابي حافظ أبو قريش الحافظ في هذا المجال، إذا صحت الحسابات التي يقولونها. إذن فعليك، هذا ما معناه؟ معناه أنك عندما تريد أن تحسب كتابا من كتب البخاري ومسلم، عليك أن تنظر في الشواهد والمتابعات، وعليك أن تنظر في التكرار، لأن هذه ظاهرة كثيرة خصوصا في صحيح البخاري، أن فيه مكررات، مثل تفصيل وسائل الشيعة عندنا. تفصيل وسائل الشيعة عندنا كتاب مليء بالتكرار. ليش؟ لأن الحر العامل، محدث الحر العاملي، يأتيك برواية في باب فلاني وتنفع هذه الرواية في باب آخر فيعيدها في الباب الآخر، وتنفع في باب ثالث فيعيدها في الباب الثالث، فقد تتكرر الرواية الواحدة 10 مرات. فإذا تكررت 10 مرات نسميها مكررة، هي في الحقيقة واحد لكن أنت تتصورها 10. فلو فتحت الآن آخر كتاب الوسائل ستجد 36,000 كذا حديث، لكن هي في الحقيقة ليست 36,000 كذا حديث يشتمل عليها كتاب تفصيل وسائل الشيعة، وإنما هي أقل من ذلك بكثير، لأنه ينبغي أن تحذف المكررات. فلو حذفنا المكررة من صحيح مسلم مع الأخذ بعين الاعتبار الشواهد والمتابعات، لبلغ عدد الصحيح عندهم 4000، كما هم حققوا ذلك في دراساتهم حول كتاب صحيح مسلم في هذا الموضوع. أما فيما يتعلق باختلاف عدد الأحاديث، نقطة أخيرة، هذا هم يفيدنا فيما يتعلق بفهم كتبنا، هم يفيدنا فيما يتعلق بفهم كتب أهل السنة في هذا المجال. أما فيما يتعلق باختلاف عدد الحديث، ترى هذا اختلاف عدد الحديث ليست معيارا، لأن القرآن الكريم اختلفوا في عدد آياته بالمئات، وراجع كتب علوم القرآن، بالمئات وليس بالعشرات. يعني ممكن واحد يقول لك 6000، واحد يقول لك 6300. يعني إذا أجيت أنت قلت الآن المسلمون اختلفوا في عدد آي الكتاب العزيز، فمعنى ذلك ثبوت التحريف والدس في الكتاب؟ لا، عليك أن تتروى قليلا، فإن عملية العد والحساب يجب أن ندرس كيف تتم في كتب الحديث أو كيف تتم في القرآن الكريم، لنعرف أن هذا الاختلاف اختلاف في الصورة، يعني اختلاف في العنوان ليس اختلافا في المعنى. وذلك أن اختلاف تعداد الروايات في الكتب يمكن أن يرجع إلى 3 أسباب أساسية. السبب الأول أن يحسب أحد العالمين كل الروايات مع المكرر، ويحسب العالم الآخر الروايات بلا مكرر، وحيث إن كتاب البخاري ومسلم، خصوصا كتاب البخاري، مليء بالمكرر. يعني أنت الآن سوي بحث عن رواية، بالتأكيد راح تشوفها في كتاب البخاري 2 أو 3 مكررة كثير جدا. فعندما يحسب عالم غير المكرر يقول لك عدد الأحاديث 2000 وكذا مثلا، وعندما يحسب مع المكرر يقول لك عدد الأحاديث هي عبارة عن 6000. فأنت لو نظرت في الحسابين وأخذت بعين الاعتبار المكرر وغير المكرر، لوجدت أن الذي قال 2000 قصد غير المكرر، وأن الذي قال 5000 مثلا قصد ذلك مع التكرار. هذا أحد الأسباب في اختلاف عدد الأحاديث. سبب آخر في اختلاف عدد الأحاديث هو عد الأحاديث المسندة والأحاديث المرفوعة بدون إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الموقوفة على الصحابة والتابعين. لأن صحيح مسلم ليس كله، صحيح مسلم صحيح البخاري ليس كله أحاديث مسندة للنبي، في روايات فقط تقف عند عبد الله بن عباس، وفي روايات تقف فقط عند عبد الله بن مسعود، وفي روايات تسند إلى النبي من قبل واحد تابعي لم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت أخذت بعين الاعتبار المسند في الكتاب، يعني ما هو حديث بالاصطلاح الحديث عند أهل السنة، ما هو حديث مسند إلى رسول الله، سيكون الحساب شيئا. وإذا أخذت بعين الاعتبار المرفوعات
غلطه بعين الاعتبار الموقوفات على الصحابه والتابعين سيكون الحساب شيئا اخر. هذا احد الاسباب التي ادت ايضا الى اختلاف العدد في هذا المجال. احتمال ثالث ان يكون قد حصل دس وتزوير، ولذلك نتيجه الدس والتزوير حصل الاختلاف. اذا فما لم اتاكد من انه هذا الاختلاف لم ينشا عن السبب الاول ولم ينشا عن السبب الثاني، لا استطيع ان اجزم بأن كتابا من الكتب، أي كتاب من الكتب، لا أستطيع أن أجزم أن كتابا من الكتب قد حصل فيه دس وحصل فيه اختلاق وحصل فيه تزوير. إذن لابد أن أنفي الاحتمال الأول ولابد أن أنفي الاحتمال الثاني حتى أثبت الاحتمال الثالث. وقد قلنا قبل قليل إذا لاحظتم أن بعضهم قد حسب الروايات الصحيح مع حذف المكررات من مسلم فبلغ 4000، يعني مطابق لخبر زرعة أبي زرعة الرازي. ولو أنك حسبت اليوم بدون أن تأخذ هذا بعين الاعتبار لبلغ 6000 فما فوق في هذا السياق. أخيرا أشير إلى النقطة، طبعا هذه طبعا لكي أيضا نستفيد منها فيما يتعلق بمصادر الحديث الإمامية، هذه هناك نص يتعلق، شوف كشاهد حتى تعرف أن هذه القضية كثيرة في الكتب. سيد حسن الموسوي الخرسان عندما حقق كتاب الاستبصار في خاتمة الاستبصار ماذا قال؟ قال الذي أحصيناه في مجموع الأجزاء الثلاثة 5558 حديثا، وهو يزيد على ما ذكره الشيخ قدس سره 47 حديث. نشوف الشيخ ذكر عدا والشيخ يقول أحصيناه، مر معنا في النص في المحاضرة السابقة أنه قال أحصينا، نحن أحصينا كتاب الاستبصار فبلغ كذا وكذا، بينما الخرسان يقول نحن أحصينا أيضا الكتاب الموجود بين أيدينا فبلغ زائد على ما أحصاه الشيخ الطوس 47 حديث. هل هذا معناه حصل دس وتزوير؟ لا، مثل هذه الاختلافات في الترقيمات مفتوحة على احتمالات. انظر كيف دقق المحقق الكتاب والتفت إلى أشياء ظريفة. ماذا قال؟ قال فإذا ما لاحظنا بعض ما ذكر له الشيخ سندا آخر وعطفه بقوله مثله، شو أنت يذكر الشيخ الطوسي رواية ثم يقول وروينا بإسنادنا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان مثله، أنت إذا أخذت مثله هذه على أنها حديث إضافي زاد عدد الأحاديث، بينما الشيخ الطوسي لما حسبها ما كان حسب هذه فنقص عدد الأحاديث. مثل هذه التدقيقات في مجال إحصاء عدد الأحاديث في الكتب الحديثية وارد. فإذا ما لاحظنا بعض ما ذكر له الشيخ سندا آخر وعطفه بقوله مثله، ولاحظنا بعض الأحاديث التي كررها الشيخ في باب واحد بدون أي تغيير، ولاحظنا ما كان من تفاوت النسخ، هان الأمر وقارب العدد ما أحصاه الشيخ رحمه الله بل اتفق معه. فلاحظ هذا الذي نريد أن نقوله، هذا الصحيح 100%. هذا القضية ليست منهج أصولي، القضية قضية احتمالات نسخ واحتمالات عد وطرائق في موضوع التعامل مع ما بأيدينا من كتب. هذه الطريقة صحيحة. انظر كيف أن الشيخ محقق الكتاب لم يرى حزازة في مثل هذه التأويلات، كذلك الحالة ينبغي أن نرى حزازة في مثل تلك لو حسبنا أيضا المكررات أو غير المكررات في هذا السياق. وأخيرا أما ما ذكر من النسبة إلى مسند ابن حنبل، فالآلوسي لم يذكر لنا أي إثبات. الآلوسي وينك يا آلوسي في القرن الثالث عشر؟ وين مسند ابن حنبل في القرن الثالث الهجري 241 للهجرة المتوفي؟ لم يذكر لنا أي إثبات يتعلق بحصول الدس والتزوير في هذا. نعم هذا يصلح إشكالا نقديا عليه هو بشخصه، عليه بشخصه إذا التزم بهذا. أما ما عندنا أي إثبات إذا كنا محايدين على موضوع من هذا القريب من هذا الموضوع من هذا الجوجد. نعم ابن قتيبة الدينوري المتوفي 276 للهجرة، إذا صح ما نقل عنه أن هناك دسا في مسند بن حنبل فهذه وثيقة مهمة، لأنه معاصر لأحمد بن حنبل في هذا الإطار. لكنني بحثت بقدر ما أستطيع عن هذا النص الذي نسب إلى ابن قتيبة ونسبه محمود أبو ريا له، فلم أجد نصا لابن قتيبة في هذا الموضوع. بل حتى ما نقلوه عن ابن قتيبة كان على الشكل التالي، أن ابن قتيبة قال إن أحمد توقف عن الرواية منذ عام، قال إن أحمد توقف عن الرواية منذ عام 228 للهجرة، فدخل في الروايات عنه ما دخل إما لكذب أو لسوء ضبط أو سوء فهم. هذا النص الذي نقل عن ابن قتيبة، هذا لا يدل على المسند، هذا يدل على الرواية على أحمد بن حنبل. وأحمد بن حنبل كما تعرفون نقلت عنه روايات متناقضة حتى في الفقه، وهذه الروايات المتناقضة فسرت على أنها عدول عن رأيه، وممكن تكون كذب أيضا. حتى هذه الروايات
المختلفة المتناقضة في آرائه الفقهية. دائما أنت في أي مسألة رجع إلى كتاب التذكرة مثلا العلامة الحلي تقول وذهب إليه أحمد في رواية، دائما يقول في رواية، لأن أغلب فقه أحمد بن حنبل موجود فيه روايتين مختلفتين. فممكن يكون في دس هنا لا يقصد من الرواية تلك الرواية الموجودة في خصوص المسند، وإنما يقول في أصل الرواية عنه، ولا ندري هذه الروايات عنه التي يتحدث عنها هل هي موجودة في المسند أم ليست موجودة في المسند. إذا لا يمكن بمثل هذا النص المنقول إذا صح النقل أن نؤكد وجود دس أو تزوير في مثل هذا الكتاب. ما أريد أن نصل إليه هذا الإشكال في تقديري غير صحيح، وينبغي أن يعني نكون دقيقين في التعامل مع طبيعة الإشكالات النقدية، ونتعامل ونحاول أن نتماهى مع شخصية الطرف الآخر كيف سوف يتلقى الإشكال، كما نحن تلقينا الإشكال الذي ذكره القفاري وأمثال القفاري في موضوع هذه الملفات الثلاثة، ورأينا أنه بالتحليل يمكن فهمها بطريقة طبيعية دون حاجة إلى أن نكون محملين بذهنية في هذا السياق. إذن